راه ما كاينش القدر باش انا ما كاينش القدر باش نشوف فيك انت نشوف فيك تيقول لك باش تعطيه الدواء هذاك الدواء باش نعطيه له باش نقدر تحكمش فيه نفسي تيقول لك ما ديريش قدامه يمكن ما قدرتش ما صبرتش باش تشوف ولدي وجهه خاصه كتطلب ليه حبوبه وتبقى ماما واش ندير لها ماما باش عاد ملي نشوف وجهه مشرك كامل كندير لي يلا كندير لي اهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. اليوم من امام مستعجلات مستشفى 20 غرفه مدينه الدار البيضاء كتحضر معايا ام اللي في حاله انهيار تام شباب الابن ديالها. اليوم غادي نقربكم من تفاصيل واحد الواقعه ديال اعتداء خطيره كانت عم تودي بحياه هذا الشاب رضا اللي مازال في مقتبل العمر. اليوم معنا الام اللي جات من خريبكه بحثا على رحله علاج الوليد اللي اليوم جرى 4 ديال العمليات وهو في حاله جد حرجه وما بين الحياه والموت. ما غاديش نطول عليكم ونخليو الام اللي اكيد حنا كنا تضامن معك ومع القضيه ديال الوليد ديالك رضا اللي فعلا واقع اعتداء سريع وخطيره ونخليو الام. مرحبا بك لاله والله يكون معكم في هذه المحنه. امين. تنشوف انا ولدي ضيع عليا من نهار الخميس وهو مضروب. خلينا نمشيو غير بشويه نشرحوا للناس شنو وقع نهار الاول. انا باركه في الدار تجي عيطوا لي ولا الدرب ناضي نوضي راه ولدك مضروب تنخرج تلقى ولدي مليوح الدمايات دايسين تنعيط اللهم بينونس والو حتى واحد ما باغي يجي حتى واحد ما باغي يجيني هزوا واحد ما عرفناش مسكين ملي شافوا في هذيك الحاله زيتو ديتو دخل اللي ندخلوا للسبيطار نادو صافي خيطوا لي وجهو تنشوف فيك كوك الدري تيغوت ما صبرش خيطوا لي وجهو جاو عندو البوليس هضر معاهم جينا تاني لحنا الكوميساريه الكبيره قلت لهم ولدي شنو اش واقع ليه واش واقع ليه صافي قال لك سيرو ديكلاريو الصباح ما الحسن رجع الدار الدري جا هنا زيف واخا الوليد اللي تعدى عليه قلتي لي يلاه خارج من عقوبه الجنين يلاه خارج من الحبس يلاه خارج من الحبس جا عطى لي الوجه وقال لك الناس اللي شافوا قال لك القبضه بقات لي في يده ولا الجنيه دارت لي في وجهه هوايا اللي ضرب بقات القبضه في الايد والجنيه في وجهه ديال الابن في اليد ديالو واخا لاله نرجع معاك لهاد العلاقه واش هذا حساب قديم وتصفيه حسابات شنو العلاقه ما بين هاد المجرم اللي ضرب لك الولد ديالك ما بينه وبينه حتى حاجه هو راه ولد الدار المهم تنعرفوا حنا بلا راه ولد الدار ما بينه وبينه حتى حاجه يعني ما كاينش شي نزاع مسبق كاع الدراري كيعرفوا كاع الدراري ولاد الدار في الزنقه راه كيعرفوا بعضياتهم هادشي خويا اللي كاين واخا لاله الضربه جات نلات عليك هاد الفجعه ديتي الوليد للطبيب دار الخياطه الاولى شنو وقع من مورا الخياطه الاولى جا نزيف تنفخ في البلاصه تنفخ ليه خليه وجهه تنفخ ليه هزيناه رديناه اليوم شاف قلبه بحال ما كنت يقول لك دير لهنا دير لهنا انا ما عنديش فين ندي وما معلقيش باش نتحرك ولا باش نتململ هذا كتبوا لنا قال لك ديروا 20 غش 20 غش من الله وبين الأمس طلب لينا 1000 درهم وانا هذيك طلب لينا كثر بالطار بقينا نطلب فيه خاصني البوسلي رجيت قبل لينا هذيك 1000 درهم وانا هذيك 1000 درهم ما عنديش بزست جمع لي عباد الله صافي باش بجي ديت وجدتو ملي جدتو لهنايا دخلوا قال لك راه جوج عروق اللي مقطعين لي يعني ملي كنقولوا جوج عروق هما اللي سبوا هذاك الانتفاخ في الوجه وخلاو العمليه ديال الخياطه الاولى ما تكونش دخلوه تما هنايا دخلوه داروا لي العمليه صافي بقى بيت عندهم الليل كامل والنهار كامل وما عندهم في البلوك ما تنشوفوش حنا حتى مع ديك الساعه خرجوه ليا خرجوه تيقول لك ديه وغدا جيبيه تنقول لهم انا ما كايناش هنا فين غادا نديه ما عندي حتى واحد انا هنا في خريبكه ما عنديش كن هو انا تسقى في خريبكه وهنا في الدار البيضاء ما عارفاش فين نزيد فين نتحرك شديته صافي بقيت بحال ما بقاو فينا شي ناس هزوه ليا الغد الصباح جبته رديته رديته ليهم الدري منفوخ عطاوني دواء اخر كسبنا هذاك الدواء جبنا ليه صا قال لك ثاني حبسي هذاك الدواء ما غاديش يدير ليها هو كل شي الدوايات عندي يعني بقيتي في رحله العلاج خلي وليد دابا المشكله خاص الناس يفهموا واللي متبعين معنا هذه القصه ان وليد دابا ماشي نعتبروها جرحه عاديه وخيطها وغيشوانيها وغادي ترجع الوليد عنده اصابه على مستوى اللسان وعلى مستوى الكلام ما بقاش قادر يهضر قد النطق ديالو ضيع عليا ولدي ما نسمحش ليه ضيعوني ودابا الان ما تيهضرش ما عرفتش انا علاش مره يقول لك العرق ديال الهضره مره تيقول لك العرق تاع الدفاع المره ما فهمت المره يقول لك عصبه ما فهمت والو السكانير هما الاطباء وما فهموش فيه واخا الوليد شحال العمليه جرى واش كل مره كان كيدير عامل كل مره فين ما تيجي تيعاودوا ليه هذيك راه تيقول لك حق راه باقي عندك النزيف خاصنا نعرفوه مناش ويعاودوا ليه ثاني حتى الرابع مره تكرفس بزاف لا تصاور اللوح لكم تصاور ديالو وتشوفوا ولا حتى واحد ما يتحملش هذا الشيء ديالو الدري انا عندي تعقد هما دابا زادوا لي عمليه اخرى وانا الدري باقي دابا ما في خباروش وما عرفت دابا اش ندير معاه وكيفاش نقولها ليه وكيفاش نوصلها ليه واخا الوليد شحال عنده ولدك كان كيقرا شنو كيدير
بقى 17 عام دخلت يتعلم عند السود ورتمن الناس ديالو وكلشي كاع بقى فيه وبقى تيقول لي يعني وليد متبع التكوين المهني ديالو باغي ياخذ ديبلومو بعيد على المشاكل بعيد ما باغيش المشاكل وما تيبغي يصدها على من الجيره على من كاع الناس بقى فيهم وتيعرفوه اكون كنت في الحي ديالي انا راه كاع بنادم تشهد فيه هما كاع تيقولوا لي غوتي شفتي فيه حنا نشهدوا معاك هذاك الدري راه تكرفس هذاك الدري راه تكرفس بزاف انتم في اجراءاتكم القانونيه في مطالبه بالحق ديال هذا الوليد هذا درتوا الديكلاراسيون ديالكم قبل ما تجيو خديتوا الشواهد الطبيه من عند الطبيب اللي كتبت العز ديال هذا الوليد هذا هذا اخويا درنا الديكلاراسيون ديالو درنا لي دابا الشهاده دابا عطاوني فيها 30 يوم مفتوحه ولكن باش هاد العمليه اللي درنا ليه البارح باقي ما حتى واحد باقي ما باقي ما شفتش الطبيب ديالو باش يدير لي ثاني شي حاجه اخرى مع باقي ما عرفتش ولدي باقي ما تيهضرش ما بغيتش انا ندير شي حاجه واخا وليدك دابا الضربه كتشوف لانه عنده ابعاد على مستوى النطق والكلام ديال الوليد الاثر النفسي اللي غادي يبقى شنو كطلبي الحق ديال ولدك ما يمشي الحق اللي تنطلب انا بغيت ولدي يعاونوا الناس يتعاونوا معاه ما عرفتش انا كيفاش غادي توصل للدكتور تازي بوجود تشوه راه ما كاينش القدر باش انا ما كاينش القدر باش نشوف فيك انت نشوف فيك تيقول لك باش تعطي الدواء هذاك الدواء باش نعطي له باش نقدر تحكمش في نفسي تيقول لك ما ديريش قدامه ولكن ما قدرتش ما صبرتش باش تشوف ولدي بوجهه بخاصه كتطلب ليه حبوبه وتبقى ماما واش ندير لها ماما باش عاد ملي نشوف وجهه مشرك كامل كندير لي يلاه كندير لي يعني انت المهم دابا ولدك كتشوف فيه بحاله يرتله كتشوف ولدك كان ضعف البارح ملي بغا يدخلوا العمليه ولا تيقول لي ماما وعوس خالي صافي عديوا له سدوا على قبشي قلت ما يخليو حتى واحد يشوف لي ما يخليو حتى واحد يشوف لي علاش علاش نخلي الدري يطيح صغير علاش كاع ندير ليه درك يلا ما بيناتهم حتى شي حاجه ما بيناتهم والو هو راه تيدور درك ما على بالوش هو كاع احنا انا كنتكرفسوا الليل ونهار وحنا في السبيطار من يوحى الليل ونهار وما كاينش ما طلبوكمش ما جاش شي حد قال لكم والو ما جا عندي حد ما عيطوش حتى التحيات ولا يسولوا ولا يقولوا كنتبعوا هذوك الناس تشوفوهم مساكن ولا ما كاينش ما كاينش اللي فكر ولا تقول واخا اليوم هذا نداءنا للمسؤولين والاطباء التجميل خاصه والدكتور تاجي كيف ما قلتي وكل المشرفين على قطاع ديال الصحه لان هذا الوليد هذا يحاولوا يشوفوا الحاله ديالو لانه كما كنقولوا هو دابا خضع لاربعه ديال العمليات ملي كنقولوا اربعه ديال العمليات كنقولوا رحله علاج صعيبه ومتتاليه وباقي ما كايناش نتيجه فهذا نداء كنوجهوا حنا والاسره ديال الطفل رضا كاينين عمليات باقي رحله علاج طويله حنا اليوم محتاجين التآزر والتضامن ديال الاطباء المسؤولين انهم يكونوا مع هذا نداء القلوب الخير الاطباء اللي بغي يتعاون مع رضا يشوف الحاله ديالو غير ان كونسلتاسيون اللي نقدروا نعرفوا ما مدى خطوره هذا الحادث ولا هذا الاعتداء اللي اكيد خلق الم كبير وكبير كبير وصرخ في نفس هاد الناس هادو ونفسيته هو كشاب اللي مازال مقبل وباغي يعطي لهذ الحياه ومعايا قريبه من العائله لان كيفاش تعاملتوا مع هذه الفاجعه هذه؟ يعني هذه ماشي فاجعه هذه طامه وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يشوف حال هذا الوليد ويشوف وبالنسبه لكان الناس شد من هذا المنبر السلطات زعما يخدموا معنا ويديروا يضربوا على يد من حديد بالنسبه لكل واحد سولت له النفس ديالو يحمل السلاح الابيض ويخرج يتباهى به في الشوارع ويتباهى بانه راه كيدير شي حاجه كتقولوا لانه ما كاين حتى شي خلاف ما بين خلاف ما والو هذا مجرد هذا الولد هذا معروف يعني كيخرج من الحبس كيدير شي مونتيف كيرجع للحبس يعني معروف عليه انه كل مره كيدير مونتيفات كيرجع للحبس. نتمنوا على انه القانون ياخذ مجراه حنا نشوف اي واحد شو يعني النفس ديالو انه يؤدي شي حد اخر وكيف ما كتقولوا حسب التصريحات ديالكم انه ما كانش حتى شي خلفيه مسبقه لهذا النزاع ولا تصنيت حسابات ولا كذا. ضربوا بالموس ودابا الاطباء كيقول لك بان هذاك الموس براسو كان فيه شي ماده سامه ولا اللي جعلت هاد الضربه تكون انه ما يلتئمش ما يلتئمش ويعني في هذه العمليه الرابعه يعني اضطروا الاطباء يزيدوه جرح واحد اخر علاش باش ما فهمناش هذه ما فهمناش علاش الامور الطبيه هما اللي غيعرفوا يعني علاش نتمنوا على انه متخصص في القطاع اللي هي ماشي سهله فعلا يعني لانه كنتمناو وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى هذا النداء ديالنا يوصل للدكاتره اللي يقدروا يساعدونا وكنشد من هذا المنبر الدكتور التازي
الله يرحم الام الدوره يعني اللي غيبغي اللي غيبغي يتعاون هذا الولد هذا الشيء الحاله ديالو راه نتوما كتشوفوا فعلا. شكرا لاله مشكوره لاله مشكوره. ومعنا وحده اللي حضرات وعينات هاد الفاجعه وهاد الاعتداء الخطير. شنو وقع لاله حسب ما شفتي وما عينتي؟ انا وصلني اتصال من عند الاخت ديالي قالت لي راه شنو وقع. ملي وصلت للمستشفى الحسن الثاني في خريبكة كيف ما وصلت لقيتهم خيطوا لي وجهه واحد الخياطه يرتلاها بلا راديو بلا حتى شي حاجه. الدم كيسيل ما دار حتى شي مجهود غير خيطوا ليه وجبناه. ملي وصل للدار ما وصلش نص ساعه تقريبا تنفخ تنفخ له الوجه ديالو العنق ديالو. ملي ردينا قال لك احنا ما عندنا ما غنديروا وقيله تقريبا العروق ديال الدم تقطعوا غتوصلوه دابا غديوه للدار البيضاء 20 غش. داكشي اللي درنا جات لومبيلونس طلبت لنا الثمن اللي شويه غالي علينا. مهم وبقينا كنديروا معاه حتى وصلنا ل 1000 درهم جابته وصلاتو ل 20 غشت. ملي وصلاتو دخلوه للبلوك شي تقريبا شي ساعتين هو في البلوك داروا له العمليه عاودوا له كل شيء من الاول صافي. قلنا الحمد لله ولكن ما بغاش دير من الدم لدرجه انه وصلت لدابا 4 العمليات وعاد باش عرفنا بان كاينه ماده سامه في داك السكين اللي جرى به الاعتداء اللي جرى به الاعتداء. وحنا هاد الولد ما بيننا وبينه حتى شي حاجه ولا حتى شي عداوه ولا حنا جارنا لا غير ولد الدرب كيف ما كنقولوا حنايا ما كتربطنا به حتى شي علاقه يعني عادي حتى جا هكاك ما داير له حتى شي حاجه. وانا كنأكد لكم وكنحلف بالله العظيم بان ولد اختي ولد اللي داخل سوق راسه ما كيأدي حتى شي واحد. داير التكوين ديالو كيجي كيدخل الدار كيلعب في كيشد التليفون بحالو بحال الدراري يعني ما عنده حتى شي علاقه شي حاجه. ماشي من الدراري ديال الزنقه ماشي من هذوك النوعيه اللي كدير تدخين ولا كدير شي حاجه اخرى. كنشوفو بعيد على الشبهات وعلى المشاكل اللي تخليه يتحط في هذا الموقف بعيد بزاف حتى وصلنا لهاد الحاله هذه. صراحه ما نسمحوش ليه وكنتمنوا من القانون ياخذ المجرى ديالو يا ربي. اكيد انا وكنتمنى تبغيو غير تكملوا الامور الطبيه بعدا اللي هي اول حاجه. حنا ما باغيين حتى شي حاجه من غير انه يتعالج. وكنتمناو اللي وصلوا هذا الفيديو كان قريب من الدكتور تازي يا رب يوصل له هذا الفيديو. هو نداء مباشر لكل الفاعلين. حنا كنوجهوا واحد نداء مباشر لكل الفاعلين على انهم يتعاونوا مع التفريضه ويحاولوا انهم ينقذوا ما يمكن انقاذه. لانه وليد في ريعان الشباب ديالو مازال باغي يعطي وتوقف حياته بهالطريقه. نتمنوا من الله الخير الله يدير الخير. وشكرا مشاهدينا الكرام على وفائكم وتتبعكم لهذا اللايف.